تكتب. التسجيل سوف تكون بسيطة وسهلة لتمكن كل مواطنين للتسجيل بكل أريحية. إن التسجيل سوف يكون بطريقتين، إما عن طريق الحاسوب الذي يكون مرتبط بالإنترنت، أو عن طريق الهاتف النقال، وهذا الشيء الذي يسمح لكل مواطنين بالتسجيل في كل مكان يكون فيه. وبعد هذا أعطي الكلمة للسيد المدير العام المساعد لشرح التقنية للعملية. شكرا. السلام عليكم، نحييكم ونحيي مشاهدي القناة. مواطن راه يتساءل كيف ندير باش نسجل في برنامج عدل ثلاثة. الحاجة الأولى اللي لازم يعرفها المواطن هو أنه كاين وسيلتين كما طرق وقال سيد المدير العام. وسيلة الأولى عبر الهاتف النقال، والوسيلة الثانية عبر الحاسوب الأورديناتور. باش يبدأ التسجيل، المواطن الراغب في التسجيل في البرنامج لازم يفتح صفحة انترنت ويسجل فيها الرابط موجود على الشاشة اللي هو https://adl3inscription2024.dz. بعدها تظهر له واجهة بالنسبة للهاتف النقال. نقدروا نحملوا تطبيقة التسجيل إما عن طريق بلاي ستور ولا أبل ستور. في الواجهة يسيب زرين، سواء يخير الأبل ستور ولا يخير البلاي ستور، ويتيليشارجي يطلع لابليكاسيون. يقدر يتفحص على لابليكاسيون، يديكوفريها، يشوف واش فيها والمعلومات اللي لازم يدخلهم. يجدر الاشاره ان هذا لو سيت راح يكون يعني فعال انطلاقا من اليوم على الساعه 9 مساء. نخليكم تكتشفوا الفيديو عن طريق التسجيل في التليفون بورتال. يعني هي في الطريقتين، سواء الطريقه تاع الحاسوب ولا الطريقه تاع لو تيليفون بورتابل. يعني لو ليان اللي كان سبق وذكره السيد جرموني ADL 3 انسكريبسيون 2024.dz اللي خلينا ندخلوا للصفحه. الصفحه يعني راح تكون فعاله ابتداء من اليوم على الساعه 9 مساء، وكذلك من هذه الصفحه نستطيع باش نتيليشارجيو لي دوز ابليكاسيون سوا اندرويد ولا سوا الايوس. يعني هذا لو تيليشارجمون نقدروا نستاليو لابليكاسيون في التليفون، ولكن الاستعمال تاعها والانسكريبسيون راح تبدا غدا ان شاء الله على الساعه 9 مساء كما صرح السيد وزير السكن فيها. اترككم مباشره الفيديو التوضيحي. Thank you.
إذن كان هذا فيديو يوضح فيه طريقة تسجيل عبر الهاتف النقال. الآن الفئة اللي حابة تسجل بالحاسوب بالأورديناتور، نقولهم لازم يطلعوا لاباج، لازم يطلعوا لاباج ويدخلوا فيها نفس الرابط اللي قلناه نعاودوا بالتأكيد https://aadl-inscription-2024.design. طلع لهم الواجهة، الواجهة اللي تحمل دليل عن التسجيل، بعدها رايحة تتجدد هاد لاباج باش غدوة تحول تولي هي تطبيق اللي يسجل به فئة تاع الراغبين في التسجيل باش يسجلوا في عدد تلف. الآن رايحين نشوفوا الفيديو تاع التسجيل عبر الأورديناتور. مرة أخرى للتأكيد، تفضل. على رغبة التسجيل أن يختار ولاية التسجيل، هي ولاية الإقامة وين يخرج منها الشهادة، يدخل فيه رقم التعريف الوطني، بعدها يزيد يدخل رقم الضمان الاجتماعي، ويدخل هاتف رقم الهاتف دياله، يدير لو كود لو كابتشا ويتاكد من صحه المعلومات، يطلع له يجيه رقم ثابت لازم عليه يتصل بالرقم الثابت هذا بالتليفون، رقم التليفون اللي سجل به رقم التسجيل تاعو يتعيد رقم ثابت، يطلع له تاكيد يجيه ياكد التسجيل تاعو، جي استمارة التسجيل اللي فيه جميع المعلومات اللي دخلها، وفيه تاني الحاجات الزايدة اللي فيه لو كود لو نيميرو دانسكريبسيون تاعو. هنا نقدروا نطمئنوا كل الراغبين في التسجيل أن الاتصال بهذا الرقم الثابت، يعني هناك مدة تاع 24 ساعة للاتصال به، يعني يمكن عليه من ما يظهر له عنده 24 ساعة دونك يقدر يتصل به، فور الاتصال به يخرج له ديريكتومون لو كود دانسكريبسيون تاعو. استمارة التسجيل. الاستماره اللي يقدر يتيلي شارجيها ديريكت. هاتي لي فرما الان رايح نشوفوا طريقه تسجيل عبر الهاتف النقال، هي يكون في علم المواطن رغب السجيل ان الطريقه هي نفسها. الحاجه اللي تختلف انه عند إدخال رقم التسجيل الوطني ولا رقم الضمان الاجتماعي دخلنا سكون أبل الانتليجنس ارتيفيسيال، يمكن لراغب في التسجيل عوض أن يسجل بطريقة مانوال رقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني،
يقوم مباشرة بسكان مسح بطاقة التعريف الوطني بطاقة الضمان الاجتماعي. هكا الرقم يطلع مباشرة لتفادي إدخال الرمز الموجود في الصورة في الأخير اضغط على تأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل. لازم يكون رقم شخصي. يعني كل واحد الاتصال بالرقم الظاهر في الصورة مع فحص التسجيل. يعني لقد تم التسجيل في برنامج عدل ثلاثة، يرجى النقر على الزر لتحميل الاستمارة. نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة. بارك الله فيكم. الطريقة الأولى عن طريقة الحاسوب كما كان سبق وشرح زميلي. دونك عن طريقة الحاسوب لو ليان اللي افيشيناه عاود افيشيه برك. دونك لو ليان يقدروا اليوم من بداية الساعة 9 ليلا كي تدخلوا له يدخل يفتح الصفحة مباشرة. درنا صفحة دونك تفتح الصفحة مباشرة. هذه يمكن تتصفح الصفحة اليوم إلى غاية يوم الغد. يوم الغد ابتداء من الساعة 9 ليلا تجي ديريكتومون اوتوماتيكمون تاكتواليزا تجي لانسكريبسيون. دونك تجي تخرج ديريكتومون لانسكريبسيون. فيما يخص التسجيل عن طريق الهاتف الذكي، دونك اليوم من الساعة 9 مساء دونك تخرج يعني إمكانية تحميل الابليكاسيون. دونك المواطن يقدر يتيليشارجي الابليكاسيون يستاليها في الهاتف ديالو سواء كان اندرويد ولا ايوس. دونك إيفا ينستاليها يقدر يتصفحها يتصفحها، ولكن يعني التسجيل راح يكون غادي إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 مساء. احنا رانا واجدين والحمد لله ان شاء الله ما يكون حتى مشكل برابور في الاورغانيزاسيون. فيما يخص البيانات هي كما قال زميلي راح تكون عبر يعني عبر خاصيه التدخل لا باس دو دوني. كل البيانات تطلع ما فيش مشكل. السؤال مالي تفضلي. احنا يعني كما كان صرح السيد الوزير يعني كل الطاقات البشريه يعني اللي موبيليزي بور لهذا لابليكاسيون، وان شاء الله تكون يعني لابليكاسيون في احسن وجه اللي كانت تسهل عمليه الاكتتاب لكل المواطنين. الوكاله وضعت كل الامكانيات الماديه والمعنويه باش تنجح العمليه باذن الله ما يكون حتى مشكل. نشكركم بارك الله فيكم. شكرا.